يعني. طيب الغداء على مين اليوم؟ وبالتالي غيابه سيؤدي ذلك إلى غياب أكبر حاضنة شعبية للمؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام كان متماسك ومرتبط، وكان الهيكل الأكبر بوجود علي عبد الله صالح. لا أعتقد أن هناك قيادة سياسية أو شخصية في قيادة المؤتمر الشعبي العام تستطيع أن تسد مكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالتالي سيذهب المؤتمر الشعبي العام. الآن نحن أمام تشظي حقيقي للمؤتمر الشعبي العام. في الوقت الراهن أعتقد أن التحالف وعلى رأسهم السعودية والسلطة الشرعية لن يقبلوا بأي حوار، يعتقدون أن من خلال ذلك سيحسمون المعركة أو يستطيعون إسقاط صنعاء والسيطرة عليها من خلال هذه الورقة التي يستخدمها التحالف الآن، وهو استمالة قوات الحرس الجمهوري المتبقية وأيضا أنصار المؤتمر الشعبي العام. هم يراهنون على ذلك خلال الأيام القادمة، لكن إذا لم ينجحوا خلال أسابيع بالتحديد يعني تقريبا من الآن إلى نهاية الشهر، أعتقد أنه ليس ثمة خيارات أخرى أمام التحالف إلا أن يجلس في عملية سياسية.